الكابتن سعود حمود نجم فريق نادي النصر وربما احد نجوم المباراه اللي لم يكن نجم فيها سعود، بالتاكيد مباراه قويه لعبتموها اليوم، كان الضغط النفسي اشد العصبي ظاهر عليها، لكن النصر تقدم في حصتين حصل على هدفين ولكن بعدها عادل الاتحاد، بالتاكيد بانكم خسرتم 3 نقاط كانت قريبه منكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني شيء احنا الشوط الاول كنا متفوقين صراحه على الاتحاد وقدرنا نسجل هدف، يعني يمكن هدفهم يعني قلة التركيز مننا احنا كلاعبين، ورجعنا بداية الشوط الثاني شفتنا ضغطنا عليهم وحصلنا على هدف، بس ربك ما اراد وانا ما شفت البلنتي الثاني صراحة، بس الحمد لله العيال ما قصروا وادوا اللي عليهم، يعني الاتحاد فريق كبير يعني يلعب برا ارضه في ارضه ما تحدث عنها فوات، ايش سببها؟ ضغط نفسي كان موجود، الشد العصبي هو كان السبب؟ انت بس تعرف الجمهور يعني مباراة في ارضنا في الرياض يعني وبالذات لو كنا فزنا كنا نتصدر، يعني عشان كذا الجمهور هو كان يطالبنا بالفوز، حصلت اخطاء ان شاء الله نتداركها مع الايام، وان شاء الله والدوري طويل، الحين خلص الدور الاول وانه في المركز الثاني هذا شيء طيب، وان شاء الله المركز الدور الثاني ان شاء الله باذن الله بنحاول قد ما نستطيع ما نفرط ولا في نقطه ان شاء الله. اصابتك سعود طمن الجمهور عنها، خروج يعني خصوصا انك خرجت ودخل بدالك رزفان وكنت في حاله يبدو بان الاصابه كانت مؤثره عليك. اي والله بس هو شد في العضله الخلفيه للرجلين بس، والحمد لله سلامات الحمد لله يا رب. شكرا لك سعود. الله يعافيك. شكرا للكابتن.